على بالك باللي غير تاني ما راني شاك فيك. هذا شرف ليا مولاي. بالصحة تاع مولاتي وجنرال فارس ما عندكش علاش تشك فيهم. جنرال فارس ما شفتوش كيف هو راه ربح الحرب وراه عنده سكسي كبير ولا نسيت؟ هذا شي يفرح مولاي. ماما طلع له في القرع. حبلت سما راك حبو يدي لي باستي. وانا عيطت لك باش تكون انت جنرال في بلاصتو. واش قلت؟ هذا شي يفرحني مولاي. أنا ثاني كيف الرحمي. إيشيك مولاي؟ خسرتها على بالك؟ غير ذوك كنت جنرال في مخي. وعلى يا جوات لعب عمرك وعلى. مولاي شو راك تدير؟ مولاي راح نطلعك في القرات برك علامك. شكون انا؟ مولاي عاشور العاشر. شكون يعطي لي زورة في القصر؟ مولاي عاشور العاشر. صحيتو. هذه اللي ما حبوش يفهموها الاخرين. على بالهمش بلينا كلش. وعلى بالكم على جماعتكم هنا. مازال ما قلت لنا شي يا مولاي. مولاي انا ما درت والو. والنور يا مسكينة غادي توحشني دوكا تديني للحبس. ما تخافوش. انتوما عاقلين انا ما عارفش راني ندير. أنا ديت هذوك اللي حبوا يطمعوا وكانوا طامعين في الحكم. ما مش عارفين باللي حاجة ماشي سهلة. روحوا قعد هناول. زم واحد قادر. بصح يا مولاي من قبل أنا كنت حاب نتكلم لك على الشيء اللي واقع في القصر. أنا وش واقع في القصر؟ شرا صاري؟ الحالة راهي مليحة. كل شيء راهي يمشي كيما يحب مولاي عاشور. برهان هم لك باغي تباشينا ولا كيف دروك؟ الحالة ما راهيش مليحة. في الحقيقة يا مولاي ما كنتش نستناه ادير الحاشيه نتاعك في الحبس. راني فاهمك يا برهان راني فاهمك. صبرك انا حبيت ندير ميزاجور في القصر. مايكش واحد يسالني؟ لا لا يا مولاي لا. ها؟ لا لا ايه. وعلى بيها جماعتكم باش نوزع عليكم المهام نتاعكم الجديده. فهمت ولا؟ الوزير راح يكون برهان. قائد الجيش قائد الجيش قائد الجيش راح يكون برهان. مولاي وانا خدمت الجدة وراي. لا 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 مولاي راني غير زعق برك. انا نخدم خدمة النوري نخدمك في الصيف وفي الشتاء وتبرو لي مولاي. ايا نصرفوا. نوري يا اخي اش صاير في القصر؟ شبيه مولينا؟ شوفي نوريه ما تدخليش روحك. احنا رانا خدامين خاطينا البوليتيك. الملك راه في شي ودخل وشي على الحبس. لازم نعيش روحنا للماكسيموم وما لازم نديرو حتى غلطه نوريه. باهي فهمتك. مولاي واش راك دير هنا؟ راني هنا. على بالي راك هنا. بصح واش راك دير هنا؟ ربي نقص عمري ويزيد في عمرك يا مولاي. شكون هو الملك؟ عاشور العاشر. اي بين انت؟ هيا بدا تمشي. Thank you.
نوريا. الفهر الفهر مازال حي يجري في الكوجينه كم ساعته. الفهر يا نسم هكاك ليه الكل يجري حي؟ يلزمو حاجه تقتلو ديريكت. حاجه تقتلو ديريكت يا هيا اللي تقتلو ديريكت هيا لوينه ولا السعدي هدا هديه باش هكاك الدم يبدا ما تشوش في الكوجينه الكل. هذا من مسحوه نتهناو مالكي. شوفي انا ما نتهناش حتى نشوفه بعيني هاك ميت. هو اللي يحكم ولا احنا دروك. مولاي ما تتهناش حتى تشوفني ميت يا نوريا. اسمح لي مولاي اسمح لي نفهمك. واش راك حاب تفهمني مولاي؟ ما كناش نتكلموا عليه، كنا نتكلموا على الفار. صدقني يا مولاي صدقني نحكيو على الفار كب سعد ولطف عليك. حتى انا قلت سير راهم يحكيو على الفار مش عليا. حطوني ولا تخلصوا غاليا. انا نوري خادم تاع مولاي. حطوني مالكم حطوني 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 حطوني. مرحبا بك نوري. خادم انا الجنرال فارس نسيبه وخال ولده وما طلقنيش راه راميني في الحبس. نوري يلزمك تعرف بلي مولاي عاشور ماهوش في عقله. ماما شحال بابا ماهوش في عقله؟ باباك وسوسوه وبغاو يدورو بلاصتو. سمحي لي مولاتي الا مولاي عاشور راه موسوس بسبب السحاره اللي جبتيلو. انت غير سكت انت راس المحنه وعلى جالك رانا هنايا كاع. هيا ها سكتونا بالعمي خلوني نحوس على حل باش نخرجوا منها. انا يلزمني نقول الحقيقه. الناس اللي راهم هنا يلزمهم يعرفوا بلي مولاتي هي السبه. ماما صح انت هي السبه. شفت ما راكش باغي تحشم انا نشوف فيك. قلت لكم سكتونا برحمه الوالدي خلوني حتى بديت نلقى حل. حرز حرز رحت مثل والدي لعندك شي مساك ولا نحل الباب. صح سلف لي داك السيف هذاك غير دقيقه وعاود رد عليك. برهان سي برهان الله يرحم بوك ما تقدرش تخرجنا. ها نوري ما راكش تشوف حاله مولاي كيفاش راهي تشفي. ها صبروا ما عليه شوفوا. جواد مولاي عاشور يقول لك الداله دالتك. العب ايه ملعب عمي برهان. ها جواد ها وليدي يلعب. هيا خف العب. ايش كروا ايش كروا يا عمي برهان ايش كروا. شوفي لنا شوفي لنا راهم حقرونا. وشكون هذا اللي حقرك؟ شوفي لي زهري راهم حقرونا. شوفي لي يا ناس المملكة جبتكم قرعة فريشكا. الملك عاشور راوه بن لاحموا كل في الحبس بقيت غير انا ندور. يا ناس المملكة جبتكم قرعة حتى واحد محقرك انت. عاشور أنا هو الملك أنا عاشور العاشر. برهان مولاي عاشور العاشر راني هنا يا مولاي. عودها لي مولاي عاشور العاشر مولاي. بصح والله غير عييت وانا طالع هابط للحبس. شوف جواد راهو لعب هنا وذوكا دلتك وراهو يقول لك ايش شكل السلطان. ايش شكل السلطان وما تحشمش تقولها لي في وجهي. درك نشوفو كيفاش. انا نلعب هنا ونزيد نلعب هنا وما كاش لي سالين نلعب هنا. ايش كيمات ما كاش لي يربحني.
عيط لي للوزير. قنديل قنديل مولاي، راهو في الحبس. هي كنت درتو في الحبس، بصح انا راني هنا يا مولاي وندير خدمتو. انت اللي راك الوزير، مالا عيط لي للجنرال فارس درك. مولاي راني هنا، ما بقيت غير انا في الحاشيه. تسمى انت راك تدير كلش. نعم يا مولاي. راك حاب تقول لي باللي انت جنرال وانت الوزير وانت انت؟ انت قلت لي ندير كلشي مادام هما راهم في الحبس. انا هو الجنرال وانا هو الوزير. ملك راك تدير انت كلشي. انا واش راني ندير هنا؟ برهان برهان كنت نستنى فيك، ما خصيت غير انت. مرحبا بك، انت الوحيد اللي تقدر تعاوننا باش نخرجوا من هنا. انا مصبح وانا واقف هنا نسيين نعاونكم باش نحلوا هذا الباب، وتجي تهضر هذه الهضره يا وزير. فارس انت تعاوننا غير بالسكات نتاعك. شوفوا يلزمنا نخمو كيفاش نتعاونوا باش نكسروا هذا الباب ونخرجوا من هذه المحنه. ايش كي معك؟ ناكلهم قاع. انا هو الملك. شكون انا؟ شكون انا؟ الملك عاشور. بابا وشو صاري؟ وش بيك؟ وش داير في روحك؟ بنتي جيتي في وقتك. بابك راهو مخبون يا بنتي. على بالك راهم حابين يديو لي الحكم. بابا الناس كامله تقول بلي الملك ديالهم هبل، كيفاش حطيتهم كامل في الحبس؟ بالك يغلطوك. شكون هادو اللي راهم يقولوا بلي الملك هبل؟ هادو اللي راهم يخطوا لي واللي راهم حابين يجيو هنا في مكاني. بالك يغلطوك يا بنت. بابا لقمان، خويا لقمان وحطيته في الحبس. مشي روحي ونس يماه، حبيت نخليه وحده في التمسية. بابا أنا بنتك وحالتك ما راهيش تعجب كامل، القصر كامل فرغ. خليه يفرغ. أنا لي دور لي بالكرسي ما نسمحلوش، ولو كان نعرف نبقى غير انا هنا. سمحي لي رفعت عليك صوتي بنتي، بقيتي غير انتي، ما راني شاك فيك. هذاك واش خص غير تزيد تشك فيا؟ فهاد حبي نديرو حاجه مليحه بنتي باش نحو الشك 100%، باش بابا يريح. دوك نقول لك واش حندير. بابا نحي الشك، بصح نجي نطلع على بنتي ونجيب. لو تلقوني ما تمسونيش. بابا واش راك دير؟ عمي لا دير عمي لا تلقني. انا ملك عاشور العاشر. Mahdi, Mahdi.
قال لي راسي أدي أدي ولا هادي مولاي تفضل، هذا مزوز بناتي واللي تختارها راهي ليك. صعيب عليا باش نختار بين هذا الزوج، يتشابهوا تقول فولا قسمتها على زوج. ما شاء الله، لكن المكتوب لازم لي نخير واحدة. ما كان حتى واحد ذاك اللي يقدر يزغدني من ولا يجي في بلاستي. ما كان حتى واحد يجي في بلاستي. أنا السلطان عاشور العاشر. شادي مادي قال لي راسي هادي هادي. وش كي دايره في روحك؟ بدلتي شعرك ولا كحل حبيتي تخدعيني؟ راكي حابه تدي لي الملك. ما كان حتى واحد لي يدي لي الملك يا رزان. رزان رزان راهي في الحبس مسكينه، على بالي بلي هبلت هبلك الحكم. رزان راهي في الحبس، مالا شكون انت؟ شكون انت واش تحبي عندي؟ حراس حراس. ما تعيش روحك ياك حراس قادرتهم في الحبس. شوف مليح هتفكر، ضلت غلطة كبيرة معايا واليوم رايح تخلص. ما تكاش لي استنى راجلي سينو غادي دروك. اللي قلت له راجلي حبس شراكي ديري، راني ندي لي بديتيه لي. رازان جيتو خشتو قابل حبس سابيني. رازان وش ديتي المرأة؟ اديتك انت. ما شفيتش عاشور؟ ما شفيتش شكون انت يا ما زايد تلفت لك. شادي مادي شادي مادي قال لي راسي ادي هادي ولا ها هادي. شي مبروك مولاي. شفيت زهران شحال وانا نستنى باش نتلقى بك يا زهران. شحال بزاف. نقول لك حاجه يا زهران، انا في الحقيقه كنت حاب نتزوج بك، بصح المكتوب المكتوب كي درت شادي مادي طاح في هذه. بصح عاشور بصح انا نقول لك غير في الصح يا زهران، وانا وين راح نلقى واحده كيما انت؟ القد، الظرافة، التربية، شعر لك حل، الخانة. عاشور واشي؟ أني أنا نهضر في لافيريتي يا هنا زهران. زهران أنا الإبليس خلاص يا بنتي. زهران أختي ترزني بالعقل، هودي داك الخدمة يا أختي. هيا ما تبكيش ما تبكيش زهران. هما اللي بغاو يهبلوني
ولي داوني صبرت على تمامي باش نعمل هما اللي بغاوني نوخر منك انا بدي توين سيرفيس تاع بيديات خاله فكرني عاشور دروا بينا العديان تغمزوا عليك يا زهراء خبر عليك ما بان باعوك في سوق دلالة تبغي تسعد وتنال ما تزوجش من ولا تبغي تسعد وتنال يا سيدي تزوجش من ولا تحمل ويسرح الراجل كنت نحن غنك المس بسكوت تشكني في رقبتي اسمح لي اسمع اسمح لي عاشور ما كنت باين قلت لك سارة نغتي بالعقل واعطيني ذاك الخدمي غير بالعقل أنا أخوك فارس ماما روحي يا بنتي روحي روحي ربي يهديك زهرة أختي روحي روحي غير بالعقل هاودي داك الخدمي وروحي عندي أعطيني داك خدمي أعطيني الخدمي سلام تاسك مولاي يسلمك الله ينقص من عمري ويزد في عمرك امين راني فرحان كي لقيت رجلك بخير الحمد لله الحمد لله يا رجلاوي الحمد لله شكون انا رجلاوي خص عليك مولاي انت سلطان عاشور العاشر وليد مال وليد مولاي بلام تاسع وليد مال وليد مولاتي خالتي بهجه ثمنه هاك الله يرحمها مولاي امين هاكك نحبك بزاف عليك روح ريح شويه روح حاضر مولاي صحيت بالعقل صحيت مولاي جبت لك الفلون تاع الشيكولا المخ تاعك غادي يحبس مولاي ان شاء الله بك ما يحبس قلبي هذا ماك مولاي على بالك بلي خلعتنا قريب مت وخليتنا يتامى انا ثاني كل مت كنتغذنا عمري النور الحمد لله يا ربي ينقص من عمري وزدت في عمرك مولاي آمين مولاي كاش ما نزيد لك لا لا وينو ما خصني وينو بقول نورية ولا تشوي لي زوج كيلو كبدة وماكلة تجيب الخبز حاضر مولاي يا إما روح طلي علي يا إما مادي سلطان عاشور العاشر العب واربح يوميا هاتف نقال من نوع ايفون 6 مهدى من طرف الموزع الرسمي أديماك وذلك بالإجابة على السؤال التالي من هي المشعوذة التي أثارت الفوضى في القصر؟ أكيلا بنت الملك دحمانوس ابعت رقم 1 زاران أخت السلطانة رزان ابعت رقم 2 ابعت رسالة SMS على 66020 يتم إعلان اسم الفائز يوميا على الموقع الإلكتروني ashour10.com حظ سعيد وصح رمضانكم مع مغامرة سلطان عاشور العاشر